السلام عليكم ياكم صادق من شبكة الغاب اللي رغب طبيعي يمجدكم حلقة جديدة من لعبة The Minecraft. طبعاً أنا روابطها لديك شبابها بالتصوير. طبعاً أنا لونها مرة صبي يعني لونها حلوة البيت بزونة حلوة البيت يا طويل ما شاف بيت هذا شباب. طبعاً شباب ما أنا ساكن شباب يعني شباب أنا ساكن جبل هذا مثل ما شفت شباب مثل ما قلت لكم أنا ساكن بجبل لازم نتجاوزين شباب. طبعا شباب هذا عند البيت يعني هذا هاي غرفة النوم مالتي هاي عوتها شباب عبث وهذاك. طبعا شباب ابو صابر روضته قبل شوية شوف الديكور هذيك المزرعة وهاي هذا الشموع. طبعا هاي الفيكة شباب جبتها من القرية وهاي شباب قايلة شوفون هذا القرو البائع سويته ويام وهذول البنيرات حاربت هذول حتى شباب اعطوني هذول هاي العلامة قلك 3 دقيقة يلا تروح 63 دقيقة يلا تروح. هاي شباب هنا غرفة الصنع يعني كرافتنج تيبل الشباب هذا تصنع تخلي حجر تعطيك اشكال هواي هاي مثل ما قلت لكم هاي آلة الباشينات من ما يعرفها شباب ابغاكم شباب هاي مواردي الطبيعية شباب ما هاي كلها انا خزنت هنا ودي شباب دروع جلدية ودك شباب هذا يعني كباب منا شباب كباب منا يعني تطلع منا هو هذا الباب نفسيته يعني ماكو اي اختلاف بيه. وهنا خليت لي شوي وردات وخليت هذا والله نسيت اسمه ومنا درج يساعدك لفوق طبعا تمشي هيك تلاقي هاي ورود وخليت ذا يعني كل شيء جهزتها بهذا ما ادري والله نسيت اسمه الشمع طبعا بدي يوريكني انارة ومنا يعني اكو ممرين للبيت شباب هذا الممر وهذاك الممر ارو عندكم شباب كيف انه كلش كبير ما ادري شنو نسيت اسمه فخلنا اوريكم الاسطبل مالتي والاحصنة طبعا شباب قبل كم يوم نزل لكم فيديو الحصان العظمي او هذا الحصان يعني طبعا شباب هذا الحصان العظمي نزل بالتحديث الجديد بس يعني شو وما حد يعني يذكره وما يعني وما حد يعني جديد اول مره يطلع وذاك واذا طلع لكم انتم ما تكتبوا لي بالكومنتات طبعا شباب من على المود اطلع او طبعا اكتبوا لي شباب الاسم بالتعليقات هذا البزون اكتبوا لي اسم بالتعليقات على المود نسميه فشباب التراجون طبعا كتبت هذا الزون بالمعي مين ما يعرفه هذا شباب الديزاين مات هذا الاسطبل هذا شباب الاحصنة العظمية مثل ما قلت لكم هاي شباب وقلكم شباب هاي الفيكة هي فيكة القرويين يعني هاي شباب امشي من نام هو يعني نفس القروي يعني وين ما تمشي تلاقيه طبعا ابو صابر ما ادري وين راح طبعا شباب عنده هذا والله نسيته عنده هذا الصدم خلنا نمشي ادور عنه بس طبعا شباب هاي مزرعتي طبعا انا ازرعها طبعا هي يعني كم وحدة يعني ما مزروعة والله شباب وطبعا شباب هسه جاكم ما اطول على السريع طبعا شباب هذا لقيت ابو صابر تعال ابو صابر اجى عن مود الجزر طبعا شباب كتبوا لي اسماء همين يعني للاحصنة العظمية طبعا اذا بيقولوا لي صادق شو نحصلها شي كلش بسيط شايفين شباب هذيك العاصفة اللي يعني هذيك العاصفة يعني البرقية تطلع حتى يعني هذول السحرة يطلع بس شنو فوقهم سكيلتهم لابسين خوذهم مطورة دايموند بس هالخوذة ابد ما تجيك هيك ويقذفون عليك بالبوب فانا كتلتهم وجبت هاي الاحصنة بس عن طب ابو صابر لا يشرد كتبوا لي شباب شبني يعني بعد يعني طبعا شباب هواية يعني اتصل ويا انا اعضاء بالسيفر اولهم يعني اخوي يمين يعني هاي يعني يدخل بس هذا يعني ظروفه ما يقدر يدخل الا فهنسوي شباب سبون منطقة العاب يعني مدينة الملاهي وبس يا شباب وصلنا نهاية الحلقة اتمنى انو عجبكم المقطع والاشتراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات وودعناكم شباب.